السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد العصير. هذا العصير انا كنسميه العصير السحري. هذا العصير كيجي لذيذ ملي كنخويه في الكيسان وكنخليوه يرتاح في الثلاجة. كيوليو عندنا جوج طبقات، الطبقة ديال العصير والفوق طبقة ديال الكريم. لهاد العصير غادي نحتاجو نص سيترو ديال الحليب السائل، معاه عصير ديال حامضة وحدة كبيرة، سيترونة، معاه سكر حسب الذوق على حسب الحلاوة، جوج كيس ديال السكر فاني، وممكن تزيدو جوج فرماجات متلتين. انا ما كنديرهمش، يعني ممكن تضيفوهم. الطريقة غادي ندير الحليب هو في الخلاط، غادي نضيف ليه السكر ديالنا كيما قلت حسب الذوق لان العصير فيه الحامض. غادي ندير عصير ديال الحامضه، وغادي نزيد الكيس ديال السكر الفاني كيما قلت، هذوك جوج كيس ديال السكر الفاني وحده جوج. درت كلشي في الطحان، غادي نخلطهم. العصير ديالنا ها هو ملي طحنتو مزيان راه كتحسوا به شويه كيبدا يتقال. دابا غادي نخويه نفرغو في الكيسان ديال التقديم اللي غادي نقدمو فيه بحال هكايا. دابا ما تناولوش، دابا غادي نخليه في الثلاجه لمده من ساعه حتى لساعه ونص، عاد غنقدموه بالصحه والراحه. لان ملي كنخليوه في الثلاجه يرتاح كيتكون لينا هذوك الطبقتين اللي ذكرت من البوق من قبل، يعني كيولي الكريمه الفوق والعصير من التحت. نتلاقاو من بعد ساعه ونص او لا ساعتين. العصير ديالنا اللي وجدناه ولا العصير السحري اللي وجدته هو ملي كيوجد كيجي على هذا الشكل. الفوق كتولي كريمه والتحت هانتوف كيف كتشوفوا راه كيبان لينا بلي راه كاين واحد العصير لتحت. هانتو كيبان لينا واحد العصير لتحت. انا درت واحد الخطا انني درتو في هذا الكيسان اللي بالالوان وصغار، ما خلاش العصير ديالي يبان مزيان. خاصني نديرو في كاس ابيض عادي كبير ديال الماء. المهم راه كيجي غزال، نتمنى تجربوه ويعجبكم. اللي عجبتها الوصفه دير لايك للفيديو، وما تنساوش الاشتراك بالقناه ديالي باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. اللي عجبتها الوصفه تعمل ليها بارطاج. انا غادي نوريكم الكريمه كي كتجي. هانتو راه كيجي كريمي من الفوق، شو كيجي كريمه عا كيعقد وكيجي زوين. ومني كنبقاو ناكلو في الكريمه ديالنا كنوصلو العص لو جو لتحت، كيولي كريمي من الفوق كريمه من الفوق ومن التحت عصير. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى وصفه قادمه بحول الله.